لا لا ان شاء الله ما يشوفني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجع لكم في حلقة جديدة من سلسلة لعبة راشت اند كلانك الحلقة الخامسة. خليكم معانا، اهم شيء لا تنسوا تضغطوا زر اللايك. افند الاكاذيب، الاكاذيب الفاسدة القذرة. نشوف ايش عنده دكتور نفيريس الحين. يقولون هذا البعد مضطرب واننا يتم ابتلاعنا بواسطة فراغ عديم الشك. كذب، ان كنتم لا تصدقون كل شيء نسويه نحن هو يعكس الصورة لهم، يعني على اساس ان نحن الاشرار. المخربون لم وكيف ذلك؟ إن لم أمسك بهم بعد. أيها الحمقى، تريدون بعض الحقائق؟ جائزة الإمساك باللومباكس 27 سكوجيلي. كل مرة يزيد مبلغ عشان يمسكونه. بس فقط انظروا إلى كل هذا، كبير جدا، حقيقي جدا، وغير مفتعل ابدا، ويمكنكم امتلاكه. اشلخ عليهم، تشلخ عندما تمسكون باللومباكس. لا شيء سيمنع دكتور نيفاريوس من امساكنا. نعم والله. راح نروح الحين في هذه الحلقه طبعا الى مولونوث كولتش. ليتس جو. اظني بنلعب براتشت والبنت هذيك اللي هي اسمها كيت، اتوقع، ماني متاكد. تورن اي في مولونوث كولتش. وصلنا. مكان كأنه قديم. لا أعلم ببعدك، ولكن هنا لا تسير الأمور. ما متطورة واجد هذه المدينة. الارتجال مهارة تتعلمها بسرعة. وأنا أيضا أستطيع أن أرتجل. أنا أريد رؤيتك تقاتل. وصلنا إلى هذه المدينة. مهمتنا هنا ان نروح للشخص عشان يصلحنا البلورة اللي انكسرت طبعا. فراح نلعب مع هذا البنوتة. بعدين بالضفادع. كانت غارة تدافع هذه الاماكن عن نفسها ضد قطاع الطرق او القراصنة. الطريق، اوه في طريق هناك، في طريق هناك. بس طيب، في طريق على اليمين. لازم زلاجة. ايوه. الو، وصلنا للبرق الذهبي. جميل جميل، في كريستالات بعد وبراغي. نرجع لزلاجة، نرجع مكاننا الاولي. يلا. الو، دخلنا المدينه. هل يعرف احد اين نجد رجل التصليح؟ انهم يتوخون الحظر. شوفوا ما يعبروني، يدخلوا يسكروا البيبان، خايفين اني انا غريب. فخلنا نشوف زورتون عندها شيء جديد. زيليكون زورتون، من اسمه هذه. قفاز الموت متاح، هذا شيء جديد. عنده سلاحين جداد، بس انا ما عندي فلوس، عندي 7000 اولموست 8000. الحين الاسلحه خلاص على 27000 28000. سياح جدد، اوه مرحبا في جوهره مجرتنا. هيا. مش هذا حط ورا ظهره. تعلمون ان مولو نستعني الجنه بلغه الحثاله. رجل التصليح في هذا الكوكب. انه بالتاكيد رجل عظيم والافضل واعذب ان كان احد مهتم. علمنا أن ما واثقة. إصلاح المرحلة كوارتز. المرحلة كوارتز والشعلة كوارتز وأي كوارتز، أي شيء. ولكن يصلح كل شيء. أوه، إيش من هذا؟ قراصنة. طلبنا مساعدته لأنه رجل ضخم، ولكن بعد أيام من تحطيمه. هذا واحد ضخم. ربما يمكننا إصلاحه. يبدو أنكما تستطيعان إصلاحي في لحظة. طيب. ولكن الطريق إليه دمر في الغارة الأخيرة. راح نساعدهم. إلى قاذفة. أوه، قاذفة في أوعية الصهر في الأمام. أنت محظوظ. نحتاج إلى القاذفة. لونشر. وين اللونشر؟ بعد ذلك
ستذهب مع راتشت إلى بعد اللومبكس؟ هذا ممكن، لكن راتشت ليس متأكدا. ربما هو خائف أن... ملل؟ خائف؟ لما خائف؟ الأمر معقد. أوه حسنا، إذن إن لم يرد الذهاب ليش خائف راتشت؟ سأفعل. هنا في شيء؟ اختار أي سلاح الحين؟ السلاح العادي. ليش السلاح العادي؟ وين من هذا؟ ايوه شوطناهم. انا حاسس نفسي بطور سلاح الكهرباء للاخر. واجدين؟ ما واجدين شويه. يلا خلي عنك. اوكي ضربناهم. منزل هنا؟ اوكي عجيب المرحلة على فكرة. وردة قادمة. لا اوكي نكسر كريستالة. لا هنا نروح. علينا القفز. شوية لخبط. المزيد قادم. اوه تعورت. شفت مكان متروس من الكريستالات. ببعض الأعمدة المكسورة. ايوه نرجع مرة ثانية. كفو للحين امورنا طيبة. هناك صدى. لحظة ارجع انا اروح هناك. اوه ذهبي مبهر جدا. حصلنا ذهب يعطينا فلوس اتوقع هذا المفروض. ابتعد عن الطريق. كان ذلك غير صحيح. احنا في الطريق الصحيح. لا اوكي اوه نايس حركة صراحة. بعدين تلخبط بعدين تلخبط. ايوه لا حلوة المرحلة صراحة. المغامرة كل ما رحنا مكان ابعد كل ما صارت المغامرة اقوى واحسن. ايش هذه الاشياء؟ اوه القراصنة. اوه رجع صديقنا القديم. رجل التصليح انتهى عمره. انظروا هذا يبدو ذا فائدة، بل أنا متأكدة أنه ذا فائدة زائدة. يبدو أن القدر قد هذا رئيس القراصنة مجددا يا صغيرتي ريفن. إن القدر يريد رؤيتك تضرب يا فيان. يوه يا قراصنة هجوم. بيهجموا علينا قراصنة أتوقع. بنشوف وبنكون في مراحل القراصنة. اتوقع ان نحن بنواجه واجد من القراصنة. لحظة انا لاحظت هذيلا ما ينضربوا. خلنا ناخذ البومب شاتر بومب. ايوه نكسر الشيل. حلو كسرنا الشيل بس باقي هذا. اوكي هذا انضرب. بنرجع لهذاك. انضرب. لما طورت السلاح كل ما اضرب الحين كل ما يتشوطوا اعداء اكثر، يعني الرينج ماله زاد. في واحد هنا عنده شيل. هذيله. لا راحوا عني. اوكي دريل. دريل ينفع؟ ايوه ينفع. صح. اوه خلص. حلو ان الرصاص يعني صح يخلص بس تحصل على طول. كهرباء ما عندي من الكهرباء. دمرناهم بقى واحد. خذ خلاص راح ننزل هذا الشيء اللي كان يريده. حصلنا على شيء. شكلي راح استفيد من هذا الشيء. الان لنعبر تلك الهوه. آه. على رجل التصليح.
هذه هي القاذفة. قبل أن نحصل على رجل تصليح. اوكي نجمع كم شيء. خلاص انزين نجي هنا. واو هذه هي القاذفة. ها اضافة جديدة. اوه سفينة قراصنة كبيرة. اوكي لازم اضربهم ولا ايش؟ اوكي لا راح اروح. شوفوا كم سفينة قراصنة موجودة. اوه ان شاء الله راح ننهي القراصنة في هذا في هذه المرحلة. خل نجوطهم. جوطوا جوطوا كلهم والله. ابلعوا قنبلة ابلعوا قنبلة. ايوه ليفل اب. اناوي لهم كلهم. حلو فجرناها. كم عدد القراصنة لدى بيير؟ ربما سيساعدنا رجل التصليح. طيب فجرنا. في ناس غيرهم. كم سفينة بقت؟ سفينة ثانية. خلينا نشوف ايش استخدم لهم. بستخدم لهم درل اتوقع. خلاص فجرناها. نرجع سلاحها الاصلي. كيف اوصل هناك؟ كيف اوصل هناك؟ في لانشر ثاني؟ يلا. ليتس جو! هناك هجوم. وصلت سفينة القراصنة. يلا عش، راح نضاربهم. تعال يا قراصنة. من هذا؟ هذا صديق ولا ايش؟ هذا ما صديقنا. فكر بيساعدنا شيء. طيب واجدين تراهم. كل ما زادوا الاعداء كل ما اللعبه صارت احمس. لا لحظه. هذا صعب هذا. اللي عنده شيل. يلا خلص الرصاص عندي. اوكي هذا راح ينفعهم. كفو. كم واحد باقي؟ كم قرصان؟ تعال ابلع وانبلع. تشعرين بالتعب ريفت؟ ربما ترغبين في شريك جديد للرقص. فيري هذا لازم اهزمه. شكله هو الزعيم مال هذا المكان. لحظة من هذا؟ واو تكلمنا عن زعيم. جانا زعيم. اقوم بالرقص. لا لازم نهزمه. هو عنده قذائف قوية. خلص رصاصي. لحظة لا صعب. نضربه شوية ونفضي هذيلة. كأنه جاي وراي هذا. اي والله جاي وراي. عندي درل. عندي درل. ايوه عندي درل. الدرل قوي. شوفوا كيف ينقص الدرل. واو طيب راح ناخذ الكهرباء. الكهرباء ما يأثر في واجد.
والله نايس الكهرباء هذه مرة نايس صراحة. ثانك يو يا سلاح الزز. هذا هو ها. حصوا يا أعزائي فقدنا سفينة القيادة، دمروها الآن، سنتحمل النفقات. هذا هو عالم قراصنة. لا تروح لا تروح بجيك لازم اجيك. طلع قذايف. لا انا بطيحش. اقترح ان نتخلى عن السفينة. فهمت الاقتراح. بسرعة يا ريفت. ساعدنا كلانك بالمروحية مال هذه الحركة، حركة المروحة. هذا رائع. حركة التشوبرا. لا امزح. زين. والحين نكمل بعد ما حصلنا القذيفة. بوم. يلا. سأعترف كون رجل التصليح آليا ليس ما كنت أتوقعه. ربما عندما. هذيل يا أخي عجبوني أشكالهم. طلبنا عليهم. بعد. لا 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 ضروري اشغل الكهرباء. طيب انا قبل لا اكمل هناك في طريق سري. ما رايك؟ ممتع؟ ها؟ ما في شيء؟ ما في شيء. اوه فتح لي مكان، مكان سري كنا. اي من هذا كذا يطير؟ وقت امتطاء خنافسة مرة أخيرة. في لبس هناك. خنافس تايم. خنافس تايم. أول شيء ناخذ البوكسات. ناخذ كل البوكسات اللي تحت. أنا محتاج فلوس. طيب. كيف خلنا سبيد؟ هذا سبيد ايوه. نروح هنا. وين رحت؟ انا وين رحت؟ ما كان المفروض استعجل على فكرة يعني. ايوه. وين راح يوديني هذا؟ ايوه وصلت المكان الملابس. ايش هالمرة حصلت؟ خوذة. اذا حصلت ثلاثة اظني خلاص راح احصلها فوريفر. خلصنا نطلع من هذا المكان. باي باي. اجل ما زال غريبا. اوكي حلو. واو شوفوا اللبس اللي عندي. براويكم لحظة بس. لبسناها لبس فنان. شوفوا اللبس. ارمر فنان حصلنا. اوكي بس بطلع شكلها صراحة. انا من متى العب اللعبة والحين اعرف انه يصير اني اغير. اوه جي قراصنة. زعيم ثاني بنضرب. ستدفع ثمن إغراق سفينتنا الخاصة. أصدقوهم يا رفاق. سفينتكم الخاصة. تعالوا. هذا اللي بالهم درل. استمر في إسرائيل. أنتظر أن تنزل وتحاربني بنفسك. قنبلة. شتر بوم فنان. ألو؟ تصليحي مهمة الحمقى. تقول شيئا يا تيير؟ توقف. يلا أيوة. سأفتقد محاولاتك لاستفزازي يا ريفت. معصب زعيمهم قراصنة هذا. وين مال الكهرباء؟ مال الكهرباء بس هذا اللي فيدني أنا. الكهرباء أحسن شيء. ليس لديك
يا كثرهم. الأحمق الموجود خلف ظهرك. من هذيلا؟ أوه واجدين. ما يخلصوا. يلا إنني مركز جدا معاكم في هذه الترجمة يا أخواني الكرام. حلو طاح. في حد وراي؟ اي والله. قلنا هذيلا. خلاص؟ ربما سيفهم بير الان. عن تجربة لن يفهم. الكريستالة عشان نطور الاسلحة. يلا نرجع. اظني بروح للزعيم. ولنطوفه. اوه هذا الروبوت الكبير. حلو. يتم القيام به من اجل رجل التصليح وكذلك. وين دريل؟ دريل هذا ترى دريل قوي. لا لا بيجي جاي فوقي هذا. حلو. ليفلاب. خلص عندي. نستخدم ثاني اقوى سلاح. بيير ولك انت بتلحق اخوك اللي مات يا المكرويف انت. في قراصنة بعد فرق. لا باقل شوية. قل شوية. خلص الرصاص. كهربا تايم. سريع شو سريع. طبق تحته طبق تحته. غلبت عليه. ماذا لو ليفل اب؟ لا يمكن اصلاح المرحلة كوارتز. اذا نحن في ورطة لكن لا داعي للقلق. خلاص كلهم هربوا. ما حد باقي. حلو. طريق هناك ولكن كأن هنا في شيء. أيوة صح. أوه طلعوا لنا وحوش خضرة. تعالوا وش سافتم هالوحوش؟ بعد ما يخلصوا؟ لا خلصوا بس ما فهمت انا يعني. بس كل هذا عشان كان الازرق؟ ما في شيء ثاني؟ اوكي خلاص نرجع. رجعنا ونكمل طريقنا هنا. هذا اختصرنا الطريق ولا؟ وصلنا لل كهربائي الروبوت الكبير ولا من؟ اتوقع الحين نوصل له. خلاص كيف سنصلح رجل التصليح؟ علينا تشغيله اولا. نشغل الروبوت. مفتاح تشغيل رجل التصليح. ايوه تحرك. طلعناه. انا خاف هذا يستخدموه ضدنا يا اخي بنتورط. مرحبا. هل انت بخير؟ بحس بيهجم. انا محطم مثل كل شيء. مسكين. لا شيء يمكن اصلاحه. اوه ايوه هذا وحش. هجم علينا. تم تولي امر القراصنة. اوه شوفوا كيف ضخمة والله. انه يهدم المكان. فجر كل شيء. حردة قادمة.
انا مصلحنك بعد. اوه ما اريد يمسكني هل هو يتحدث عني بسبب ذراعك؟ لا تنصت له يا بولت. ان كنت معطلا فانا ايضا اعتقد اننا رائعا. هذا الليزر ما يدي يجي فيني يمزحني مزحه والله. لديك اي افكار؟ لانني اواجه صعوبه في تسهيل اثناء الهروب من اوف منين طلع لي؟ اعمل على ذلك. هذا كني في مرحله الامور 40. لك طريق ثاني. ليزر جايني. الحكمة قد تكون لدي فكرة. أنا أستمع. يلا كلانك عنده فكرة. لا لا إن شاء الله ما يشوفني. رحت فوقه. يا سلام. هذا قاعد فور بس على لاش كلانك. كيف فهم قبل هين يلعب قاعد فور بيفهم. يا وش دخل قاعد فور فلاش كلانك يا عمر؟ اوه مسكني. لا بيقتلها كلانك. كلانك سوي شيء. انا سليم. ما الذي تفعله؟ انا سليم. انا ارتجل. ربما انا مختلف عما كنت ولكنك ساعدتني لادرك انني ما زلت كلانك. بيهدي. انا أشعر بالراحة. الحمد لله أنا أشعر بالراحة. حين طلب الفولاد حمايتهم أدركت وقتها العديد من الأشياء المحطمة. العديد والعديد. وأنت أصبحت بائسا. ولكن قدرتك على إصلاح غيرك لتعلم أن الأمر لم يكن سوء. الله مرحلة جدا جميلة. أن أرد الجميل. أيمكنك إصلاح هذا؟ هذا هو اللي صلح. صلح البلورة. واو شكرا لك. منحتم الأمل إلى روبوت عجوز ضخم للتو. من يجب عليه أن يشكركم. كلانك سوى شيء مفيد. هلا نعود إلى السفينة. آمل أن راتشت حظي بوقت أفضل لبناء الناقلة البعدية الجديدة. يا أعزائي المشاهدين كانت مرحلة جميلة. أتوقع راح نوقف هنا بعد ما خلصنا الروبوت وصلحنا البلورة. شكرا يا روبوت العملاق وشكرا لكم على المشاهدة. أتمنى استمتعتوا بهذا المقطع. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك عشان تنجح هذه السلسلة. نشوفكم على خير بالحلقة السادسة. السلام عليكم.